بكرامي فخر العراق والعرب والمسلمين والعالم. أحلى رماش الفراعنة، أقدم حضارة بالعالم، وادي النيل ووادي الرافدين، وشرفنا اليوم في العراق بلدك الثاني. أهلا وسهلا بك القائد مونس الجيم. أحلى رماش البك العالم، مو بس العرب، بكرامي صفقة البكرامي يا ولد. مدربين قاعد مونستر جيم، حي الله كابتن عمار وابنه منور، ابنه دكتور مصطفى، دكتور احمد اعظم جراح عندنا بالعراق واعظم صيدلاني. اهلا وسهلا. ضعفان كابتن رامي، وزنه 140 كيلو، قوه شايل تلقاع. دبابة برامز هذا المصري، مصري ملك اللياقه البدنيه والكروسفيد وملك البادي بولدينج. المصريين هم حبيب قلبي اخويا. السلام ورحمه الله. من خالد تومر حضر البايرن. ريدك كما عندنا فرصة على مدك، صار لهم يومين يشتغلون بيها. تعالوا صلى، هاي نافورة بكرامي، طاع النافورة. وصلت النافورة كابتن. هاي صور محترم من كولومبيا. خلي الجنطة مال الكابتن يمك بالكابتنية. باع الكيكة العملاقة للعملاق. يلا دكتور. النور يا شباب والله. انت النور.